السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أنا عاوز أبدأ الحلقة بكلمة كتير من حضراتكم عارفينها ومتأكدين منها كمان وهي: إن الراجل اللي قدام حضراتكم في الصورة ده بيتعرض لضغوط لا يتحملها أحد. الراجل ده اللي أنا حاسس إنه شايل هم جبال على أكتافه، ومع ذلك لم يقصر أبدًا. الراجل ده اللي واقف دايمًا علشان مصر وشعب مصر والحفاظ على أرض مصر بالرغم من بعض الجحود اللي بيواجهه من بعض المحسوبين. انهم مصريين ومع ده كله فالراجل شغال ولا يلتفت ويمكن شفنا كلامه النهاردة الواضح مع المستشار الألماني بخصوص تهجير الفلسطينيين لسيناء والموقف المصري اللي عبر عنه الرئيس السيسي بأنه لو طلب من المصريين النزول للتعبير عن رفضهم لتوطين الفلسطينيين في سيناء فهينزل ملايين اللي بيحصل دلوقتي يا أخوانا فعليا هي ضغوط أمريكية على مصر من أجل استقبال الفلسطينيين في سيناء موقع اكسيوس الامريكي نشر تقرير عن ضغوط بيمارسها مشرعين امريكان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الامريكي على مصر للتجاوب مع رغبه اسرائيل لتهجير سكان شمالي قطاع غزه لجنوبها، وده اللي بتعتبره اسرائيل وامريكا محاوله لاقامه مناطق امنه لسكان قطاع غزه لحمايتهم في ظل الاستعداد لاجتياح غزه بريا من اجل تدمير حركه حماس على حد زعمهم طبعا. تم توجيه الرساله الامريكيه من النواب للسفير المصري في واشنطن معتز زهران واللي دعم من خلالها النواب مصر للعمل بشكل عاجل مع امريكا واسرائيل ودول اخرى من اجل انشاء مناطق امنه في جنوب غزه واكد المشرعين في رساله ان المناطق الامنه يجب ان تشمل ممرات وصول انسانيه للمدنيين اللي بيبحثوا عن ملجا هربا من القتال في شمال قطاع غزه وأكد الخطاب كمان إن مصر لاعب عالمي رئيسي وشريك أمني ثابت للولايات المتحدة علشان كده بنحثها على الاعتراف بمسؤوليتها الإنسانية في حماية حياة الأبرياء وتم التوقيع على الوثيقة من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وتم توزيع هذه الرسالة على المشرعين للحصول على التوقيعات وفقا لمصدر مطلع على الأمر ووفقا لرسالة بريد إلكتروني لمكاتب الكونجرس حصل عليها الموقع الأمريكي أكسيوس الموقع الأمريكي بيقول كمان أن الرسالة قالت أن العمليات الإسرائيلية مصممة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وأن أرواح المدنيين الأبرياء بيتم تعرضها للأذى بشكل متعمد من قبل حركة حماس وأن الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة مدفوعة بوحشية حماس على حد زعمهم وأكد الموقع كمان أن التحرك الأمريكي بيأتي تزامنا مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب قصف جيش الاحتلال للمدنيين في غزة وكمان رفض تل ابيب فتح معبر رفح الواصل بين قطاع غزه وسيناء لادخال المساعدات المتراكمه للقطاع مع الرغبه الاسرائيليه في تهجير سكان القطاع لسيناء وده اللي اعلنت عنه القاهره ورفضته بشكل قاطع كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه انتقادات شديدة لإسرائيل واعتبر أن ممارستها تجاوزت مرحلة الدفاع عن النفس لتشكيل عقاب جماعي لأهالي غزة موقع اكسيوس قال كمان ان دعوه اسرائيل الفلسطينيين مغادره مدينه غزه والتحرك نحو الجنوب اثار قلق مصر اللي اعتبرت ان الموضوع عباره عن محاوله لدفع مئات الالاف من الفلسطينيين لمصر علشان كده رفض المصريين السماح للمواطنين الاجانب بما في ذلك الامريكان بمغادره غزه عبر معبر رفح حتى توافق اسرائيل على السماح بدخول المساعدات الانسانيه لغزه كمية كذب وتزييف في رسالة الكونجرس الأمريكي محتاجة الحقيقة حلقات كتيرة مش مجرد حلقة واحدة علشان توصفها وده مش غريب على الدعاية والإعلام الأمريكي اللي كان بيقطع في قياداتنا وفي دولنا واللي كان بيلاقي ناس بتدعمه وبتسنده وبتعتبره أنه مصدر الخبر والمعلومة الوحيد يعني مثلاً الموقع الامريكي اكسيوس ده وفقا للرساله الامريكيه في الكونجرس بيقول ان العمليات العسكريه الاسرائيليه مصممه لتجنب وقوع ضحايا في المدنيين في نفس الوقت اللي تم فيه قصف المستشفى المعمداني في غزه واسفرت عن مقتل حتى الان ما يقارب الالف شخص ده طبعا غير الاصابات وكل ده في ضربه واحده واسرائيل كان عندها من الحجج والبجاحه اللي تتكلم فيها زي مثلا ان المستشفى تحتها انفاق تبع الحركة حماس او حتى ان المستشفى تم قصفها بالصاروخ بالخطا من قبل الفصائل الفلسطينيه تخيل كده ألف شخص ده طبعا غير المصابين يموتوا في ضربة غادرة واحدة وفي مستشفى ملهاش علاقة إطلاقا لا بالحرب ولا بالصراع وتعتبر هي الملاذ الآمن للمصابين أو حتى الفلسطينيين اللي بيوتهم سقطت واتدمرت لكن إسرائيل عندها زي ما قلت لك مبرر لكل جرائمها وإرهابها وبيساعدها في كده إعلام غربي وقال الدعاية لا تتوقف عن التمهيد لجرائمها البشعة زي مثلا البي بي سي كده اللي عملت تقرير عن المستشفى قبل قصفها وكانها كانت عارفه. النقطه الثانيه في المغالطات بتاع رساله الكونجرس الامريكي هي ان مصر عليها انها تتحمل المسؤوليه الانسانيه بخصوص الصراع، وهنا تسال نفسك عن فايده المسؤوليه الانسانيه. مش اسرائيل برضه مصممه عملياتها وهجماتها بشكل يحمي المدنيين والابرياء وده طبعا تناقض في الرسالة الأمريكية اللي بتقول في أول كلامها إن إسرائيل بتحمي الأبرياء لكنها بتقول في آخر كلامها إن مصر عليها إنها تتدخل لإنقاذ الأبرياء طب ما إحنا نسأل السؤال هي إسرائيل بتحمي أبرياء ولا مصر إلا عليها إنها تحمي الأبرياء من ضربات الغدر الإسرائيلي النقطة الثالثة في القصة دي هل مصر ما بتتدخلش من أجل الأبرياء؟ يعني كل الدعوات المصريه وكل قافلات المساعدات اللي واقفه على معبر رفح ومنتظره توافق ثلاثي بين مصر وامريكا واسرائيل من اجل ادخالها للقطاع، هل ده مش جزء من المسؤوليه الاخلاقيه والانسانيه اللي بتتحملها مصر؟ ده اهم جزء في القصه، لكن الامريكان لا يعني ليهم سوى تهجير الفلسطينيين لسيناء هو ده يا اخوانا بالنسبه لهم حمايه الابرياء، علشان اسرائيل تكتسح قطاع غزه بالكامل وتحتله احتلال نهائي غير كده يبقى مصر ما بتتدخلش ولا لها مواقف ثابتة أو أخلاقية تجاه الصراع الحالي ده بالنسبة للجماعة دول طبعا على العموم مصر كل يوم بتأكد موقفها بخصوص الصراع الفلسطيني ودي مواقف ثابتة مش جديدة ولا طرقة ولا بتتغير وكان آخرها الهجوم الإسرائيلي الغادر على المستشفى الفلسطيني المعمداني وأن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعتبر انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني بل لأبسط قيم الإنسانية مصر طلبت كمان إسرائيل بالتوقف الفوري عن سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة كمان مصر نسقت مع الأردن وفلسطين وألغت القمة اللي كان مقرر عقدها النهاردة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشافت مصر إن مفيش أي داع للقمة دي في ظل عدم احترام إسرائيلي لأبسط قواعد القانون الدولي واللي ارتكبت واحدة من أكبر جرائم الحرب في تاريخ العالم كله والغريب ان بايدن جاي اساسا اسرائيل علشان ياكد على دعمها وعلى الوقوف جنبها في الحرب الحاليه وده شيء بتفتخر بيه امريكا عادي يعني ومش غريب عنها ولا عن دعمها لجرائم الحرب لانها سبق العالم في الموضوع ده ولك في فيتنام وافغانستان والعراق خير دليل ومثال على الى اي مدى وصل جرائم الحرب والارهاب الامريكي مصر بترفض بشكل قاطع أي دعوات أمريكية بخصوص توطين الفلسطينيين في سيناء اللي هيكونوا أشبه بالقنبلة الموقوتة واللي هيأدي توطينهم فيها لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي ومع كل حملات الغدر والإرهاب الإسرائيلي اللي تم ارتكابها ضد أهالينا وإخواننا الفلسطينيين وكل خطط التغيير الكبيرة اللي بيتم محاولة فرضها على مصر حاليا يبقى السؤال المهم هل ده كله كان ممكن يتحقق بدون وجود حركه حماس او بدون هجوم حركه حماس الاخير ده؟ ما اعتقدش. ربنا يحفظ اخواننا واهلنا في فلسطين وينصرهم على عدوهم الغادر ويشفي جرحاهم ويتقبل موتاهم ويرزقهم الفردوس الاعلى ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.